بدأت شركة بيا مع بداية شهر مارس عملياتها في إدارة النفايات بمحافظة البريمي، وذلك بعد التعاقد مع تحالف يضم كل من شركة فيوليا ذات الخبرة العالمية في مجال إدارة النفايات وشركة الرموز الوطنية. من مهام الشركة المشغلة استبدال الحاويات بأخرى جديدة ذات مواصفات عالمية يتم توزيعها في حدود 75 متراً لكل منزل، وفي بعض المناطق التي يسمح بها التخطيط العمراني باتباع طريقة التجميع المباشر من المنازل. ستقوم الشركة المشغلة بتوزيع حاويات صغيرة لكل منزل، وسيتم جمع ونقل النفايات بواسطة شاحنات ذات مواصفات خاصة تقوم بنقلها إلى المردم الهندسي. وستقوم الشركة المشغلة كذلك بإنشاء مرفق خاص بفرز النفايات في المحافظة، يتم خلاله فرز النفايات التي يتم تجميعها بهدف الاستفادة من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها. دورك ومسؤوليتك: ضع النفايات داخل الكيس، احكم إغلاق الكيس، ضع الكيس داخل الحاوية واغلق غطاء الحاوية. كما نرجو اتباع الإرشادات الخاصة بالحاويات المخصصة للنقل المباشر من المنازل. بيا ترحب بملاحظاتكم وبلاغاتكم عبر الرقم المجاني وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. بيئة، نصون عماننا الجميلة.